أهلا يا أعزائي، مرحبا بكم في حصة جديدة من التمارين الأسبوعية. وكما تعلمون كل يوم أحد نقدم لكم تمرين تطبيقا على كل حصتين ماضيتين. على بركة الله نبدأ التطبيق رقم 3، وهذا التطبيق هو تمرين حول الحصة 5 والحصة 6. فنرجو مراجعة الدرسين 5 و 6 قبل إنجاز الاختبار. Merci de réviser les leçons 5 et 6 avant de commencer le test. استمع جيدا ثم أتمم بهذه الأصوات. وكما ذكرنا في الحصة السابقة أن هذا الحرف أو هذا الصوت هو صوت مميز، حيث نجده يكتب بطرق مختلفة حسب الكلمة، وهو صوت واحد وهو اي. إذن سأنطق الكلمة وعليكم بملء الفراغ بأي المناسبة. كاس، كاس. مير، مير. بالين، بالين. جيلي، جيلي. ني، ني. روشي، روشي. إبي، إبي. فنتر، فنتر. إذن مع التصحيح الآن انتبهوا جيدا، سنصحح كلمة كلمة. إذن بالنسبة للكلمة الأولى كاس، نكتب أي بأي. كلمة ثانية بالين، اي بالين. كلمة ثالثة ني، ازد ني. كلمة الرابعة مير، مير. الكلمة الخامسة جيلي، جيلي. الكلمة السادسة روشي، avec ER، روشي. الكلمة السابعة إبي، إبي. والكلمة الثامنة فنتر، فنتر. avec un E avec un accent circonflexe. ننتقل إلى الجزء الثاني من التمرين ويخص هذه الأصوات I I A A أي E أل أت S. لدينا الكلمة الأولى بي، بي. الكلمة الثانية عباي، عباي. كلمة الثالثة travail، travail. ثم الكلمة الرابعة feuille، feuille. ثم كلمة أخرى bocal، bocal. ثم recette، recette. ثم écureuil، écureuil. ثم maîtresse، maîtresse. ثم soleil، soleil. ثم barille، barille. إذن نصحح بالنسبة للكلمة الأولى بي، بي. بالنسبة للكلمة الثانية عباي، عباي. الثالثة طراباي، طراباي. الكلمة الرابعة فاي، فاي. الكلمة الخامسة بوكال، بوكال. الكلمة السادسة سادسة recette، recette.
الكلمة السابعة écureuil écureuil. ثم maîtresse maîtresse. ثم soleil soleil. ثم أخيرا بغي بغي. شكرا على اهتمامكم، وإلى حصة أخرى بحول الله.